مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه اخرى من برنامجكم سول المغاربه. كتبش ابريل، خرجنا للشارع وسولنا الناس واش كتعرفوا كتبش ابريل، كانت الاجوبه مختلفه. خليكم مع الصور ورجع لكم من بعد. كتبش ابريل كتقام في شهر من شهور السنه، وهي كتقام في 1 ابريل. هي اللي كيفاش يضحكوا مع الحباب والعائله، وهي بحال هكا غادي يكون اجي تسونامي اليوم الحد غدا كذا. اش كتعرف على كدبش ابريل؟ ما عديتش معاه والو. قول لي شي كذيبه. اش هو العشير هو يقول لك؟ شنو كتعرف على كدبش ابريل؟ كدبش ابريل اخويا هي ان الرجاء انتصرت على فريق ريال مدريد 5-0، وكنت لاعب انا في هجوم، ماركي 3 البيوتا، والرابع كان ماركا الحارس بالراس. مغاربة عندنا العام كامل مو كيكذبوا، ما كيتسناو شي يجي ابري، معروف عليه. اي واحد تسوله يقول لك كاذب قبل ما يدخل ابري. قولي شي كذيبة. كذبة؟ راه هو كذاب بروفيسيونيل، راه واحد. اش كتعرف على كذبش ابري؟ ما كنعرف له والو. والو كاع. أول مرة غتسمعوا من عندك تايا. قولي لي شي كذبة. واش غنقول لك؟ شي كذبة. كذبة. ما نعرفش، حيت ما عمري كذبت في حياتي. وين؟ والو. سيدي كذبش ابريل عرفنا احنا ملي كنا صغار، وعرفنا ان كذبش ابريل كتكون في شهر افريل ياك، شهر 4. وكذبش ابريل ديما كتكون شي حاجه ما كايناش. والكذبه ديال اليوم هي انني دابا فاش كنت جاي تلاقيت مع باراك اوباما في الدوره، ووصلني في الطوموبيله ديالو شخصيا حتى للجرده. السلام عليكم. واخويا كذبش ابريل هي كذبه ابريل ديال الناس ديال برا، ما حنا ما عندناش كذبه ابريل، حنا مسلمين ما خصناش نكذبوا كاع. اش نزيدوا كذبه؟ شي كذبه. وان شاء الله المغرب غادي يدي كاس العالم، وحنا فرحانين به، هادشي اللي كاين. شنو كتعرف على كذبه ابريل؟ بالنسبه لي انا كذبه ابريل واحد المزحه، فهمتي، سي اون جونغ دانيكدوت. تتطلق في لو 1 افريل، اي انسان تيطلق واحد الاشاعه او لا مساله، و تيحاول باش الناس صافي ياخذوها كحقيقه. بحال مثلا البارح سيتي لو 1 افريل وانا كنت عارفها، ولكن جا السيد هكا تيهضر معايا قال لي راه بوتفليقه مات الرئيس ديال الدوله ديال الجزائر. قلت له والله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، فهمتي. ولكن من بعد حتى مشيت وعاد فكرت بان راه لو 1 افريل، ورجعت لعنده من بعد، لان في العشيه ملي مشيت لا سميتو لي زانفورماسيون لقيت بان هذيك لافورماسيون ما كايناش نهائيا. فتاكد لي بان راه سيتي لو 1 افريل، رجعت عنده قال لي راه حتى انا داروها بيا سيتي لو 1 افريل. هادشي اللي كاين. كتعرف اللي كتبش ابريل؟ كتبش ابريل هذه شائعه متداولة في المجتمع ديالنا، وفي نظري الكذبة ديال ابريل هذا العام هو المغرب غيدي كاس العالم. وشكرا. كنتمنى هذه الحلقة تكون نالت الاعجاب ديالكم. للمزيد من الفيديوهات تابوناو على لاشين يوتيوب، وزورونا على الموقع الالكتروني اشواق.com، وما تنساوش الاراء ديالكم والانتقادات ديالكم. من الحلقة الجاية كنقول لكم مع السلامة.